وتبدا الشوارع تتزين بالرايات الخضراء رايات الخضر في كل العراق وخصوصا في بغداد. انا طبعا عارف ان في مسيرات بتبقى كثيره في في في, نعم. في الرايات الخضراء طبعا تيمنا بقبته الشريفه صلى الله عليه وسلم القبه الخضراء، وكذلك لانه عليه الصلاه والسلام يعني لبس الاخضر ولبس العمامه الخضراء. صحيح. وبالتالي كان يحب اللون الاخضر، واللون الاخضر هو رمزيه الحياه طبعا. ورمزيه العمل ورمزيه الانتاج ورمزيه البناء والتعمير، فكانت هذه الرساله من سيدنا رسول الله في اللون الاخضر في لبس اللون الاخضر. عايز اقول لحضرتك حاجه، مع كنا بنحيا كل البلاد اللي فيها اي شيء من اشياء التغيرات اللي بتحصل، لكن الناس ما بيتغيروش عن حب رسول الله. يحصل ايه ما يحصلش ايه، الناس بيزدياد في حب رسول الله. في ازدياد سبحان الله. وانا ارى، انا بقول دايما ان الناس عملوا تطبيق، يعني سواء في كل البلاد عملوا تطبيق من أجعل لك صلاتي كلها سبحان. لما رسول الله صلى سبحان الله الصحابي سألوا أجعل لك سيدنا أبي، وسيدنا أبي قصة إن سيدنا أبي ذات مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن السلام يقرئك السلام. الله الله. ففي روايات إنه أخشي عليه ما تستحملش، والله يحب أن يسمع القرآن الله سبحان الله. فسيدنا أبي بالذات وكأنه سيدنا أبي عنده حالة كده مع الله سلام. بيحب الدوبان يعني سيدنا أبي بيذوب. فلذلك لما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له بقى طب أنا دقت حلاوة الصلاة عليك، ما هو اصل ما الصحابه كلهم موجودين، سيدنا ابو بكر موجود وسيدنا عمر موجود وكلهم يصلي وبيدوبوا وكلهم لكن ده بقى واحد سؤال واحد بتاع اجعل لك صلاتي نصف ربعها نصفها كلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكان رسول الله شاف المعنى اللي يوصل لسيدنا ابي والكل محب، فقال اذا كفيت همك ووقيت. فاذا الناس عملوا تطبيقات بقى. نعم. انا شفت زي ما في مصر عندنا الناس بيدفعوا البلاء بالصلاه على حضره النبي، يا ما شفت ده وانا بسمع في مجالس الصلاه على حضره النبي عند اخواننا في العراق. نعم نعم، هي مجالس مباركه ومجالس فيها نور اخواننا في العراق في خير عظيم في علاقتهم بحضره النبي. نعم. في علاقه رجوله. نعم. كده في علاقه بينها فيها رجوله وفيها اعتقاد وفيها يعني حسن ظن بالله عز وجل. صحيح. انه انا عندما التجئ الى الصلاه على الحبيب واقيم هذه الحضرات والمدائح فانه تعود علي بتفريج الهموم والخير العظيم في الدنيا والاخره. قل لي حاجه. نعم. كده من ذكريات المدرسه ليها علاقه بالمولد النبوي. والله النشأة مولانا كانت في منطقه الاعظميه اللي هي مفعمه بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاذكر في التسعينيات يعني كنا صغارا كانت جدتي رحمها الله تعالى يعني تاخذنا جميعا يعني نحن الصغار مع الاسره ومع الوالده وكذا، ونذهب الى مسجد الامام ابي حنيفه. الله اكبر. نذهب من بعد صلاه الظهر الى الليل المتاخر يعني وناخذ الطعام معنا. مش مقاطع يعني انت حضرتك شافعي ولا حنفي؟ شافعي المذهب. يعني الناس ما تعرفش ان نعم. احنا الشافعيه حضرت سيدنا ابو عبد الله محمد بن إدريس الشريف غرس فينا حب سيدنا الامام ابو حنيفه بطريقه عجيبه. نعم نعم. لانه هو سيدنا الامام ابو حنيفه ده كان من كبار 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 الاولياء العظام. له وجود كده نور. له يعني وجود كبير سبحان عجيب. الله. عجيب له وجود كبير حنيفة. وسيدنا الامام الشافعي ايضا له وجود كبير في العراق. طبعا وسيدنا الامام ابو حنيفه سيدنا الامام الشافعي وبيقول لنا كل الناس عيال الفقه على ابي حنيفه. حنيفة عجيب رضي الله عنه رضي يعني الله هو عنه. صاحب رضي الله عنه سبحان الله. فحضرتك بتقول ان الجده المباركه كانت تذهب حضراتكم الى مسجد سيدنا الامام المسجد وناخذ الطعام معنا ونبقى هناك من بعد صلاه الظهر الى يعني الله. بعد صلاه ما شاء الله العشاء رحله سبحان الله. وتذكر حتى ناكل في المسجد عندما ندخل الى مسجد الامام ابي حنيفه. ايه من الاكل في اكلات كانت والله عاده تسمعون يمكن عن الدولمه العراقيه. طبعا اللي هي اشبه تشبه المحشي او المحشي. يعني اي نعم لكن شويه على ادسم اكثر دسامه واكثر يعني. الدولمه دي اظنها انتقلت للتركيا مش العكس. هي اصولها تركيه سيدي. اصولها تركيه. اصولها تركيه وانتقلت بعد ذلك وحورت في يعني حصل عليها تحويرات واضافات كعاده العراقيين يعني يضيفون ويحورون. فتحت شهيت لدكتور حسن. ان شاء الله نتبارك. طب خليني اسال حضرتك. نعم. بما اننا شهيت فتحت انا عارف اهل العراق اهل نغم عجيب. نعم. يعني اهل العراق فيهم لطف عجيب وعندهم
اظن زرياب وكمان كل الـ كل الـ نعم كل المؤسسين نعم الموضوع النغم والمقامات زودته وكمان جه استاذ نصير شمع راح نزود وتر في وطر في العود نعم. وعندكم نغمات خاصه عندكم وعندهم تركيب ايضا يركبون مقام على مقام ايوه بركبوه. تركيب المقامات نعم فحضرتك ايه اكثر نشيد بتحب تسمعه في العاده والله يا مولانا هي الاناشيد كثيره في مدح سيدنا رسول الله وعاده ما تقام الحضرات والموالد يعني مع استعمال الدفوف الضرب بالدفوف والابتهاج وتوزيع الطعام سبحان الله يعني تكون متكامله بكل تفاصيلها يعني وخاصه عند سيدي عبد القادر وسيدي يعني كثير احنا سبحان الله ايضا يعني كنا بين حنان سيدنا ابو حنيفه وسيدنا الشيخ عبد القادر حتى في غير ايام المولد نذهب هناك يعني هذا هو امر كان ثابت وموجود في يعني اعراف العراقيين زياره الاضرحه يعني من ابجديات ومن بركات هذا المولد الشريف وهذا الشهر الشريف الاكثار من زياره العتبات والاضرحه وكانه ببساطه خالص ان احنا بنروح ناخذ البركه بسند متصل ناخذ من اهل الله لان حضره النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان السند المتصل دي قضيه نبويه اساسيه اكيد العلماء ورثه الانبياء والخير في وفي امتي فكاني دوت وراثه وسند متصل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم السند المتصل قول لي بقى ايه النشيد اللي ممكن نسمعه من الشيخ محمود من الاناشيد اللي يعني احبها كثيرا وتؤثر فيها كثيرا خير البريه لما سيدي محمود يعني سبحان الله خير البريه نظره الي وانا احب بحاجه الى هذه النظره الحمديه يا سلام لانه عندما ينظر عليه الصلاه والسلام بدون النظره ما يبقاش عندنا نظره ما يبقاش عندنا حياه كل شيء يكون فيه سعاده كل شيء فيه سعاده سبحان النظره منه تصب الرحمة والهداية والخير صبا في القلوب بديع نعم يا سيدي إذن هو قد تمصر يا سيدي الشيخ حسن هو سبحان الله من الأمور يمكن مش معروفة بالمناسبة اللي قال وكل شيء إذا جاء مصر يتمصره ده شعر جواهر العراق هو اللي قال كده وكل شيء إذا جاء مصر يتمصره هو اللي قال كده فشوف الصلة هي مصر أم العرب جميعا وأمنا الكبرى وأنا لي شرف أيضا أن أنتمي إلى هذا البلد يمكن طبعا. لا أعرف الكثير عني أنا جدتي مصرية الله أكبر أم أبي إيه المفاجآت دي الحمد لله رب العالمين وعندنا أيضا أصول يمنية لا يخفى عليكم الحضرموت يعني فهي أسرة عباسية جذورها في العراق وانتقلت إلى اليمن ولنا أيضا جذور في مصر إن شاء الله الله يسلمكم نسمع بقى خير البرية من الشيخ محمود تفضل يا شيخ محمود